مرحبا شباب، معكم نميضة في البارت الثاني من أعمار الشخصيات في الإنمي، وهو الخاص بأكبر الأبطال أو الأولاد سنا في عالم الإنمي. فإذا لم تشاهد البارت الأول الخاص بأعمار الفتيات ستجده إما في علامة الآي في الفوق أو سيكون الرابط في وصف القناة. وبدون مقدمات يلا بينا على الترتيب. وفي المرتبة العاشرة لدينا مصاص الدماء أليوكارد من إنمي هيلسينغ وعمره 581 سنة. أما المرتبة التاسعة فلدينا توموي من إنمي الشوجو كاميساما هاجيم الماشتا وعمره 600 سنة. وثامنا لدينا ياتو محبوب الفتيات من إنمي نوراغامي، وعمر ياتو هو 1000 سنة. وفي المرتبة السابعة نجد موزان من الإنمي الذي أصبحنا نراه في كل مكان، ديمون سلاير كيميتسو نو يايبا، وعمره 1000 سنة. وسادسا نجد زافييد وهو من إنمي تيلز أوف زيستيريا وعمره 1600 سنة. في الحقيقة لم أسمع بهذا الإنمي من قبل، لهذا إذا كان أحد من المتابعين قد شاهده فليكتب لنا رأيه عنه في التعليق. أما خامسا فلدينا سيد الانحراف وقائد الخطايا السبع مليودا ساما من إنمي ناناتسو نو تايزاي وعمره 3000 سنة. أما المرتبة الرابعة فيأتي سينكو من الإنمي الرائع دكتور ستون وعمره 3700 سنة بسبب تحجر العالم. أما ثالثا لدينا كانامي من إنمي فيمباير كينايت وعمره 10000 سنة. أما في المرتبة الثانية فنجد واحد من العظماء الثلاث آي سي دي سي من إنمي جوجو وعمره 92000 سنة. أما في المرتبة الأولى فلدينا من إنمي جوجو أيضا قائد العظماء الثلاث كاراز بمئة واثنين ألف سنة. So guys، هنا ينتهي ترتيبنا لعمر الشخصيات في عالم الإنمي. بالطبع لم أذكر شخصيات دراغون بول لأن أغلبهم فوق 300 سنة، يعني شخصيات دراغون بول لوحدهم راح يعطوك مقطع كامل. المهم كالعادة إذا نسيت شخصية ما فاكتب اسمها وعمرها في التعليق، ولا أحتاج لتذكيركم الشير اللايك والسبسكرايب، وأراكم في المقطع القادم.